ماما صاحبي هيجي عنا نلعب بلاي ستيشن، وقلت له انه فطورك كتير زاكي. حبيبي انت، انا رح اعملكم اطيب فطور على السريع. رح اقلي البيض بالباستو مع ملح وفلفل اسود. علي صاحبك بحب الافوكادو؟ اوكي رح اعمل لك اول واحدة لإلك. حطيت خبز محمص مع افوكادو وعسل، وهلا البيض اللي قليناه بالباستو. علي احط لكم تشيلي فليكس؟ صاحبي بحب السبايسي وانا كمان. او ممكن تعملينا اندومي كمان؟